الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي يطل علينا فيه سماحة الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي في فضاء وسماء فلسطين من شاشة فضائية معا. أهلا وسهلا بك يا سماحة الشيخ. بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم. جزاك الله خيرا. والله سبحانه وتعالى أراد من هذه الأمة أن تكون أمة داعية للخير على طريق نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله لرسوله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال لأمته: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله من صلب النبوة ومن صميم الوحي الإلهي. فكيف هي علاقة الإنسان المسلم بهذه الدعوة داعيا ومدعوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم لا علم لنا إلا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. بادئ ذي بدء، يقول جل جلاله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليس على وجه الأرض بنص هذه الآية إنسان أفضل عند الله ممن دعا إلى الله. دقيقة، دعا إلى الله بلسانه، بعمله، بلقاءاته، بأمسياته، بنزهته، دعا إلى الله، لفت الأنظار إلى الله، إلى عظمة هذا الإله العظيم، إلى خلقه المحكم، إلى إلى إلى، دعا إلى الله. لا يكفي، وعمل صالحا، حركته في الحياة جاءت موافقة لدعوته، يعني كسب ماله، إنفاق ماله، اختيار زوجته، تربية بناته، تربية أولاده، اختيار حرفته، التعامل مع في حرفته مع الأصول أم مع الأشياء غير المقبولة. الحياة الحقيقة هناك عبادات شعائرية، الصلاة والصوم والحج والزكاة، وهناك عبادات تعاملية تبدأ من أخص خصوصيات الإنسان، من علاقاته الأسرية، وتنتهي بالعلاقات الدولية. هذا المنهج، ما لم تصح العبادة التعاملية لا نستطيع أن نخطف ثمار العبادة الشعائرية. يعني بعد إذنك طبعا نأخذ الصورة الأخرى، الداعية الذي يوافق قوله وعمله. نعم. والداعية الذي لا يوافق عمله قوله، هذا محترف. نعم. ولا شأن له لا عند الله ولا عند الناس. نعم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل يلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيقال له: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ويقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يعني فشل الدعوة عندما يكون العمل يخالف القول، ونجاحها عندما يكون العمل يصادق القول. سيدي، تعليق لطيف على هالكلام الطيب. أنا أنتفع من الطبيب ولا تعنيني صلاته،
ولا قيام الليل. نعم. أنتفع من محامي كذلك، أنتفع من مهندس، لكن لا يمكن للمسلم أن ينتفع من عالم ما لم يتأكد أنه يفعل ما يقول. نعم. دون أي شعور. أذكر تماماً يعني لي درس في الجامع تحدثت عن الدعوة إلى الله في قسم للنساء، وبنتي كانت صغيرة 8 سنوات عمرها، واحدة عرفت أنها ابنتي، قامت هيك أشارت إليها: أبوك بالبيت مثل ما عم يحكي. الناس لا ينتفعون من الداعية أو العالم إلا إذا تأكدوا أنه يفعل ما يقول. هي المصداقية. التقيت مع الإمام الشعراوي 3 مرات تقريبا، سألته مرة نصيحة إلى الدعاة، يعني في يحكي ساعة من الدعاة الكبار الكبار أو نصف ساعة أو 10 دقائق، جملة واحدة، قال لي: ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعو. سبحان الله. هي المصداقية سيدي. ولا يقنع الإنسان بداعية إلا إذا علم يقيناً أنه يفعل ما يقول. دعا إلى الله وعمل صالحاً. أبداً. الآن تفضلت وذكرت أنه درسك كان للنساء، يعني هل المرأة أيضاً مخاطبة بهذا القول، يعني داعياً سيدي إلى الله، تكون المرأة كذلك داعية إلى الله؟ بالتغليب، هذا بحث باللغة دقيق جداً، بالتغليب. نعم. أنا حينما يكون في صف معين 37 فتاة وشاب، أقول دخل الشباب. هذا التغليب. فالآيات 260 آية: يا أيها الذين آمنوا قطعا ويا أيتها المؤمنات. بالتغليب. نعم. مخاطبة. دخل الصف 30 بنت وشاب واحد، بنقول دخل الطلاب. نعم. ما هو الطالبات، دخل الطلاب، وهذا نعم. التغليب. فكل الآيات 260 آية بالقرآن: يا أيها الذين آمنوا، يعني ويا أيتها المؤمنات الفاضلات. بارك الله فيك. سمحت الشيخ، الحكم الشرعي للدعوة، يعني نعرف أن الصلاة فرض، وتفضلت في الشعائر التعبدية الناس يحبون الصيام، في بعض الناس يصومون ولا يصلون، يعرفون أن هذا الصيام فرض وهذه الصلاة فرض، ما هو حكم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أنا سألت واحد سؤال محرج: لماذا تصلي؟ أم غضب؟ قال لي: الصلاة فرض. قلت له: فإذا أقنعتك أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم. شيء دقيق جدا. نعم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني هذا أفضل إنسان عند الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، طبعا دعا إلى الله بلسانه أو بقلمه أو بلقاءاته أو ببيعه وشرائه أو واسعة جدا بسلوكه. نعم. هلأ وعمل صالحا، حركته في الحياة كسب ماله، إنفاق ماله، اختيار زوجته، تربية بناته، تربية أولاده، اختيار حرفته، التعامل في حرفته وفق الشرع أو بخلاف الشرع، موضوع طويل. سيدي الكلمة دقيقة، في عنا عبادة شعائرية: صلاة وصوم وحج وزكاة والشهادة. التعاملية تبدأ من أخص خصوصيات الإنسان، من علاقاته الزوجية، وتنتهي بالعلاقات الدولية. هذا الإسلام. لما طبقنا العبادة التعاملية فتحنا العالم. لما اكتفينا بالشعائرية بحال نحن الآن لا نحسد عليه. الآن يعني المسلمون ذكوراً وإناثاً يظنون أن الدعوة إلى الله هي من وظيفة العلماء والمشايخ والمتخصصين، وربما يعني لم يجربوا هم أن يقوموا بهذه الدعوة إلى الله، يظنون أنها بحاجة إلى نوع من العلم أو الزاد الوفير. ألا تريد نعم. دليلاً قطعياً؟ نعم. قل: هذه سبيلي. نعم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة
بالدليل والتعليل. نعم. أنا ومن تبعني أي إنسان لا يدعو إلى الله ليس متبعاً لرسول الله. أي إنسان؟ أي إنسان مسلم، بس هي الدعوة كفرض عين إلى شروط. نعم. في حدود ما تعلم ومع من تعرف فقط. فكيف يزيد المؤمن علمه؟ لا دقيقة. نعم. أنا حضرت خطبة جمعة، أنا مالي مختص بالشرع، بس حكى الخطيب آية أثرت فيها، أنقلها إلى زوجتي بس، بسهرة بأمسية أذكرها أمام من حضر. هي الدعوة إلى الله كفرض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف، فرض عين على كل مسلم كالصلاة. الدليل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة بالدليل والتعليل أنا ومن اتبعني. فالذي لا يدعو إلى الله على بصيرة ليس متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه الآيات تؤكد أن الدعوة فرض عين على كل مسلم كفرض الصلاة، ولكن في حدود ما يعلم ومع من يعرف. كيف يزيد علمه حتى يصبح أهلاً لهذه الدعوة؟ لابد من طلب العلم. نعم. دقيقة، هذه الطاولة جماد لها وزن وحجم وطول وعرض وارتفاع، كل الجمادات هكذا وزن وحجم وطول وعرض وارتفاع. أما النبات يزيد على الجماد بالنمو فقط، الوردة تنمو، وأما بقية الحيوانات تزيد عليهما بالحركة. أما الإنسان له من الجماد وزن حجم طول عرض ارتفاع، له من النبات النمو، ومن بقية المخلوقات الحركة. بماذا فضله الله؟ بقوة إدراكية. هذه القوة الإدراكية يتميز بها عن كل المخلوقات، غذاؤها العلم. فالذي طلب العلم حقق إنسانيته، والذي عزف عن العلم، اسمع القرآن الكريم، شيء مخيف، أموات غير أحياء. يا لطيف. بس نبض 80 مثالي، ضغطه 8-12 عند الله ميت. ما دام عزف عن طلب العلم، عزف عن إنسانيته، عزف عن سر وجوده في الدنيا وغاية وجوده، هو ميت. أموات غير أحياء، وصف قرآني. كأنهم خشب مسندة. الثالثة إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الرابعة مزعجة كثير للشاردين، كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا كلام خالق الأكوان. فنحن خيارنا مع العلم مو خيار تحسيني، خيار وجودي. أؤكد إنسانيتي بطلب العلم. في قوة إدراكية نتميز بها عن بقية المخلوقات، هذه القوة الإدراكية تلبى بطلب العلم. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئاً. ويظل المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معاً، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معاً. العاد حتى يكون الإنسان داعية عليه أن يكون طالباً للعلم طبعاً، سواء ذكر أو أنثى. الآن لما يجوا الناس يجهزوا للفرحة، فرحة حياتهم اللي هو الزواج، يحضرون الذهب و المأذون الذي يكتب العقد والملابس الكسوة والشقة والحفلات وإلى آخره، وتجد المطبخ عامر والصالون عامر وغرفة النوم عامرة، ولا تجد في تحضيرهم كتاب. الأمة التي طلب الله منها أن تقرأ وأمرها بالقراءة، لماذا تفتقد الكتاب والقراءة من حياتها؟ العبد الفقير، كل من حولي في دعوتي إلى الله أنصحهم بتقديم هدية في الأعراس
وعقود القران كتب معتمدة. أنا أوزع كتب لكل حفل، هذا كتاب يبقى. طبعا الطعام يؤكل وأي شيء آخر يستهلك، الكتاب يبقى. الكتاب الحقيقة شيء مهم جدا في حياة الإنسان. يمكن أن تؤلف القلوب أو أن تؤلف الكتب. تأليف القلوب أعمق أثرا وأقصر أمدا، وتأليف الكتب أطول أمدا وأقصر أثرا، والبطولة أن تجمع بينهما. نعم. يعني عفوا، الإمام الغزالي كان يحضر درسه 500 عمامة، 500 عمامة علماء. علماء. نعم. قال بعضهم: من هو الغزالي لولا إحياؤه؟ لولا الكتاب الإحياء علوم الدين. إما أن تؤلف الكتب أو أن تؤلف القلوب. نعم. تأليف القلوب أعمق أثرا وأقصر أمدا، تأليف الكتب أقل أثرا وأطول أمدا، أما البطولة أن تجمع بينهما. نعم. الآن يعني هناك بعض الناس الذين تخصصوا في الدعوة إلى الله، سواء من العلماء أو من الدعاة، ولكن الزاد عندهم ربما غير كافي لكي يبدعوا في التأثير، الإبداع في التأثير على العوام. الآن سمحتك، لو سمحت لي، يعني أنت من النماذج المؤثرة. نعم. سواء كان في العلم أو في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يبني الداعية نفسه من تجربتك الشخصية؟ والله الحقيقة في موقف مع الذات. نعم. يعني أنت إذا نصحت الناس بشيء لا تفعله، أما نستحي من الله؟ كأن الله يعاتبك: أنت كذلك يا عبدي؟ حينما تسأل أجب بالإجابة الصحيحة ولو كنت مطبقا لها أو غير مطبق لها، أما أن تبدأ بالحديث عن شيء لا تفعله أنت، هذا في حياء من الله: أنت كذلك يا عبدي؟ كيف بدأت مني رحلتك الدعوية؟ والله أنا بدأت بسن مبكرة جدا. نعم. يعني أنا كنت مع أناس يعني دعاة إلى الله، رغبت في الدعوة إلى الله من خلالهم، طبعا شفت عمل عظيم يعني. فأنا وأنا بالتعليم، أنا عملي بالتعليم، التعليم أساس دعوة إلى الله. التعليم المدارس؟ مدارس. أنا مدرس، أنا حياتي كلها بالتدريس. نعم. علمت الابتدائي والثانوي والجامعي، جامعي 33 سنة ما شاء الله، جامعة دمشق، في كلية التربية بجامعة دمشق. أنا كل عملي بالتعليم. التعليم صنعة الأنبياء، إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كأنه فحوى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، نقل الحقيقة إلى الناس والتخلق بأخلاق الله عز وجل. يعني في جانب كمالي وجانب علمي، معلومات دقيقة، نصوص صحيحة، فهم للقرآن صحيح، فهم للحديث صحيح، فهم لصحة الحديث، ثم فهم لأقوال الصحابة والتطبيق. يعني إخوة الناس، عموم الناس ممكن أن ينتفعوا من مهندس من معلوماته فقط، ولا يعبؤون بقيامه لليل، وقد ينتفعون من محامي ومن طبيب، لكنهم بعقلهم الباطن لا ينتفعون من داعية إلا إذا كان مطبقاً لما يقول. أنا ذكرت أنه أنا التقيت مع الشعراوي 3 مرات تقريباً. في مرة الأخيرة سألته عن نصيحته للدعاة، فاجأني بجملة واحدة، فيه تكلم ساعة، نصف ساعة، ربع ساعة، 10 دقائق، 5 دقائق، جملة واحدة، قال لي: ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعوه، بس فقد المصداقية. الآن إذا فقدها فقد دعوته. الآن المدعو أنواع يسموها في التربية الفروق الفردية. نعم. ربما يكونوا أطفال، ربما يكونوا شباب، عرب، أجانب، مسلمين، غير مسلمين، كهول، كبار في السن. فكيف يكون خطاب الداعية متناسب مع هذا التنوع الموجود في البشر؟ من بطولة الداعية. نعم. أن يكون حكيما في دعوته.
ما الحكمة؟ هذا الذي أمامه طفل في دعوة له، الصلاة، تاجر في دعوة تانية له، الاستقامة، محامي، الصدق. أنت حينما تكون داعية، هذا الذي أمامك ماذا يعمل؟ أولا ما سنه؟ ما حرفته؟ في دعوة خاصة له. وأنا من عادتي في دعوتي في الشام أجمع الأطباء في ليلة واحدة، يأتون الساعة 10 إلى المسجد، أنهوا عياداتهم، يجون دعوة خاصة للأطباء، وجلسة مع المهندسين مع المحامين، هي حرفة واحدة فيها خصائص. فالإنسان الحقيقة ألصق شيء بحياته زوجته وحرفته، شيء دائم، لأنه البيت بيغيره، مركبة بيغيرها، أما زوجته عنده أولاد منه، وحرفته مهندس. فإذا أتقن حرفته ونجح في زواجه تقريبا نجح بحياته، زوجة صالحة تسره إن نظر إليها، تحفظه إذا غاب عنها، تطيعه إن أمرها. فأنا أقول للإخوة المستمعين والمشاهدين، نجاح الإنسان الأساسي في اختيار حرفته، في حرفة أساسة فيها بطل، في حرفة أساسة فيها إيذاء للناس. أنت حينما تختار حرفة في خدمة المجتمع ترقى إلى الله بها. طبيب مثلا، في حرف كثيرة، التعليم أرقى حرفة صنعته الأنبياء، لذلك الناس يعزفون عنها لقلة دخلها، أما لعظم أجرها شيء لا يقدر بثمن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. حتى الذين ينظفون الشوارع، هذه حرفة وفيها أجر عظيم، أبداً. درجة من درجات الإيمان، نعم، إماطة، نعم، الأذى عن، نعم، الطريق، نعم، صدقة، سيدي الله أعلاها كريم. الله كريم، قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى. هذا الإنسان إذا عمل عملا يبتغي به وجه الله، أي عمل مهما بدا صغيرا أو كبيرا، نعم، ارتقى عند الله. الآن داعية في بيته، ولا شك هي التحدي الأكبر في داخل البيت، لأن الإنسان قد يستطيع أن يمثل 10 ساعات و 12 ساعة و 14 ساعة، لكن في داخل البيت يعني يظهر بمظهره الطبيعي. الداعي في بيته كيف يستطيع أن ينجح في هذا التحدي؟ أقول أنا لا يستطيع داعية أن يؤثر في الآخرين فيما بينه وبين نفسه فقط، لا أحد يعلم عن داخله، يسمع عتابا من الله بطريقة أو بأخرى، أنت كذلك يا عبد، أما تستحي مني؟ لا إله إلا الله، أنت كذلك؟ فأنا حينما أسأل أجيب بالجواب الصحيح لأي سائل، أما أنا أبدأ الحديث بالحديث عن وضعي مع الله وأنا لست كذلك، والله في جرأة مع الله عز وجل. التحدي الكبير، أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ لا إله إلا الله. التحدي الكبير الذي تواجهه الأمة في هذه الأيام، انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت في كل يد، الطفل والشاب والفتاة والمرأة والرجل والكبير والصغير، وهناك هجوم أخلاقي على الأمة، غير الغزو الثقافي والاحتلال العسكري، هناك هجوم أخلاقي، انفتاحية، إباحية، خلال هذه الشاشة الصغيرة التي في أيدي الناس. أنا أقول حقيقة مرة، والحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. نعم. 3 شاشات في البيت، شاشة الحائط وشاشة الأيباد والهاتف. نعم. إن لم تضبط بالبيت ما في توبة، من الرأس إلى الأسفل. كلام الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. شاشة الحائط، سيدي، القنوات الإباحية بالآلاف، والهاتف والآيباد، إن لم تضبط هذه الشاشات بمواقع إخبارية أو إسلامية بالبيت ما في توبة. وهي حقيقة مرة، أنا أعتقد أنها أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. الآن مثل ما حكيت لك، في أيدي الشباب والأطفال والبنات هنا هذه الشاشة الصغيرة، إلى توعية، يعني الداعية ماذا يفعل؟ المربي، الأب الذي يأتي بعد نوم أولاده ويغادر قبل استيقاظهم ليس أباً، هذا إذا ما بتخصص وقت
مديد لتربية أولادك. هدول الأولاد حجمك عند الله بحجم إيمانهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. سيدي أكبر تجارة بالأرض 15% بالعالم كله كتجارة عادية، يعني شراء وبيع، احتكار موضوع ثاني. شراء وبيع أعلى ربح بالعالم 15%، ما في احتكار طبعا. والصناعة 25%. أما التجارة مع الله بالمليار. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا بهم أعمال ذريتهم. هذا الطفل الصغير 8 سنوات عمره، محمد الفاتح، أمه قالت له أنت تفتح القسطنطينية، وفتحها وفي صحيفة أمه. شو الأم؟ كائن عظيم جدا الأم. الأم أمي، الأم أمي. فنحن إذا ربينا بناتنا أن يكونوا أمهات فاضلات، ويعتقدن أن تربية الأولاد أكبر تجارة مع الله. والله أنا بالتعليم 50 سنة ما رأيت طالبا أديبا متفوقا أنيقا نظيفا إلا وله أم عظيمة قطعا. ما رأيت طالبا هندامه نظيف لطيف مؤدب عنده حياء متفوق إلا وراء هذا الابن أم عظيمة. يعني أكبر تجارة مع الله للنساء أن يكون أمهات صالحات، وكأن كل أعمال أبنائها في صحيفتها. لذلك اختيار الزوجة أمر خطير. أن اليوم يبحثون عن أناقة الزوجة أكثر ما يبحثون عن تربيتها. والله أنا سيدي إلي رأي، بس هذا رأي يعني أحتفظ به لنفسي. الخطأ بالزواج خطأ مدمر. هالبيت ما عجبك بتبيعه، وهالمركبة ما عجبتك بتبيعها، والأرض ما فيها ماء بتبيعها، زوجتك أم أولادك هي، وحرفتك ما بتعب غيرها. فالبطولة أن تحسن اختيار زوجتك وحرفتك. نعم. الآن وحرف أيام فيها معصية. تزوج الذي يريد أن يختار ممكن يبحث عن الزوجة الصالحة. نعم. لكن تزوج كيف يصلح شأنه وشأن زوجته؟ والله هو الدعاء مخ العبادة. نعم. إذا واحد إذا علم الله منك صدقا في إصلاح زوجتك ألهمك الأسلوب المؤثر بها. إذا علم الله من زوج أخطأ في اختيار زوجته، علم منه إخلاصا في طلبه، ألهمه أساليب الدعوة، دعوة زوجته. أنا أعرف شخص هو كان متفلتاً بالأساس قبل أن يأتي إليه، وزوجته أكثر تفلتاً منه، ثم عرف الله والتزم دروس. عنده مشكلة كبيرة جداً، زوجته بالقصير بالثياب المتفلتة، هو كان هيك بده، هكذا يريد، ما في طريقة ولا تقبل، وأهل معها وما في طلع، عنده أولاد منها. أنا يعني دللته على طريقة الإحسان، كل يوم جيب له هدية 60 يوم، يعني هو عم ينفذ تعليماتي الدقيقة، يعني شيء استثنائي، يعني كل يوم في هدية معه. والله بعد 60 يوم أخذها إلى أهلي فإذا هي محجبة حجاب كامل. الله. وما قال له والله. طبعاً الإحسان له أثر كبير جداً. ليس من غير الدعاء طبعا. ايه لا هو عادي شغل تاجر ماله. الدعاء عادي. الدعاء الدعاء له موضوع ثاني. الدعاء مع الاحسان. الدعاء هو العباده. نعم. مع الدعاء الاحسان مخ العباده. نعم. الدعاء اصل العباده. انسان ضعيف شهواني بخيل بحب ذاته اناني، اتصل باصل الجمال والكمال والنوال، اتصل بالذات الالهيه، منحه الله الحلم، منحه الحكمة، منحه الرحمة. إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. الله. الخلق الحسن سيدي شيء بيأثر. سيدي النبي الله عطاه يمكن 1000 100 ألف خاصة متميزة بها، انفرد بها. نعم. ومع كل ذلك لما أثنى عليه على خلقه العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم،
العكس، يعني المرأة المؤمنة قد تبتلى بزوج فاسق، نعم، ومثل ما تفضلت بخيل ولئيم، وماذا تفعل؟ هي إلى مهمة أولى أن تحبب إليه الإيمان، إذا خدمته خدمة عالية جدا ورآها تصلي ورآها محتشمة في ثيابها أمام الآخرين، لما رآها ملتزمة وتصلي وهي زوجة صالحة جدا، أسلوب ذكي جدا، لم تدعه إلى الإسلام لكنها قدمت له خدمات عالية جدا بطعامه بشرابه بثيابه بحاجاته الأساسية الزوجية، ثم رآها على وضع آخر خلاف وضعه، هذا درس بليغ جدا. سيدي، للدعوة في مليون طريق، الله واحد، لا إله إلا الله، أما طرق إليه مليون طريق. يعني واحد بيحب يعني يخدم الأمة، هو كان بائع أقمشة، تجي واحدة فقيرة جدا قبل العيد مع ولدين ثلاثة، قال لي بيع الشيء بعشر قيمته دون أن تشعر، هي دفعت حقهم كله، تأخذ لكل أولادها ثياب برقم مستحيل يكون مقبول، خدمها أبقى لها كرامتها وعزتها، أولادها لبستهم بالعيد. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. الله. أذكر إنسان ببلد عربي أنشأ أربع أبنية، البناء عشرة طوابق، الطابق ست شقق، فستة بعشرة ستين بأربعة 240 بيت، لكل طالب علم يأتي بوثيقة من عالم رباني أنه على وشك الزواج. كم بنت زوجها؟ هذا الغنى. كم بيت فتحوه؟ كم أسرة أنشأه؟ الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. أنا لما أوقن يقيني بوجودي أن علة وجودي في الأرض العمل الصالح، الدليل ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، وسمي العمل صالحا لأنه يصلح للعرض على الله، ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. فأنا علة وجودي، عفوا، لو سألنا واحد بلندن أرسله أبوه إلى بريطانيا لينال دكتوراه في إدارة الأعمال، أكبر مدينة بأوروبا هي باريس، أكبر مدينة على الإطلاق، فيها متاحف، فيها ملاهي، فيها دور دعارة، فيها جامعات، فيها حدائق، فيها علة وجود هذا الطالب في هذه المدينة العملاقة الدراسة. هذا لا يمنع أن يأكل في مطعم، أو أن يجلس في حديقة، أو أن يقتني مجلة متعلقة باختصاصه. فأنا حينما أعلم علة وجودي في الدنيا الحقيقية من قبل الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. العلة العبادة. أنت مخلوق ضعيف شديد الخوف، شديد الشهوة، شديد الأنانية، اتصلت بأصل الجمال والكمال والنوال بالله رب العالمين، بالذات الكاملة، بصاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا بد من أن تشتق من هذه الذات شيء من صفاتها. مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. أنا لا أصدق مؤمن يكذب، مستحيل مؤمن يحتال، مستحيل، والله في شيء مئة صفة تستحيل أصلا أن تكون عند المؤمن. مؤمن صادق، أمين، رحيم، لطيف، عنده حنان. إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. إلا كلمة دقيقة، المؤمن إن لم تعشقه ليس مؤمنا. الله. من أدبه، نعم، من تواضعه، من رحمته، من حكمته، إن لم تعشقه ليس مؤمنا.
الآن التحدي الموجود في العالم كله، الكفر عنده قوة وعنده ثراء وعنده سياسة وعنده أشياء كثيرة يفتقدها الإنسان المؤمن، فهذا فتنة للإنسان المؤمن. فكيف يتعامل الإنسان المؤمن مع هذه الفتنة؟ أنا حينما أدخل الموت في حساباتي تنعكس كل المعادلات. نحن ما سمعت من 50 سنة كلمة دار آخرة بكل الإعلام، 50 سنة أبداً، دنيا فقط. طبعاً بده مال، والمال بده أيام كذب، بده نفاق، بده احتيال، بده غش ليجي المال. أما دار آخرة للأبد. ما هو الأبد؟ سيدي سؤال. الأرض تبعد عن الشمس 156 مليون كيلومتر، 156 مليون كيلومتر، مو كل كيلومتر صفر، كل ميلي صفر واحد بالأرض وصفار للشمس، كل ميلي. ما هو الرقم هذا؟ هذا الرقم إذا نسب لللانهاية صفر، لا يساوي شيء. أنت مخلوق لللانهاية. أنا أضيع جنة إلى أبد الآبدين ب60-70 سنة فيها معاصي وآثام؟ أبلغ من ذلك، ما من شيء أنت بحاجة إليه إلا له في هذا الإسلام قناة نظيفة طاهرة، حلال. ما من شيء، أعني ما أقول، نعم، قطعا أنت بحاجة إليه إلا له قناة نظيفة طاهرة. بحاجة لامرأة في زواج، نعم، أقسم لك بالله ولا أبالغ، سعادة الزوج المؤمن بزوجته المؤمنة والله 1,000,000 ضعف عن العلاقة التي لا ترضي الله، 1,000,000 ضعف. أنت مع الله، يعني ممكن إنسان يكون له لقاء زوجي ويصلي قيام الليل ويبكي بالصلاة، هو وفق منهج الله. ما الله ما منعك من شيء، كل الحاجات الأساسية بالدين محققة، تتزوج، في أولاد، في أحفاد، في أقارب، في والدين، الأب والأم له حق، والزوجة لها حق، والعمل له حق. فأنت تنسق في الحاجات والتكاليف والواجبات والحقوق، أنت ماشي بنور. نقطة دقيقة شوي، نحن لو فرضنا غرفة ما فيها نوافذ إطلاقاً وأطفأنا الكهرباء، ففي هذه الغرفة الأعمى كالبصير، واحد بصره 6 من 6 أعلى رقم، والثاني لا يرى. لما ألغينا النور نفس الشيء، نفس الشيء. طيب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. كما أن لهذه العين نور كهربائي أو شمسي يتوسط بين العين وبين المرئيات، كذلك العقل يحتاج إلى نور إلهي يتوسط بينه وبين الحقائق. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته للدنيا والآخرة ويجعل لكم نورا تمشون به. فالمؤمن يمشي بنور الله. نعم. ماذا تقول لهؤلاء المفتونين بالحضارات الأخرى، حضارات مبنية على المدنية؟ إذا الإنسان ما طلب العلم الإسلامي الطريق مسدود. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم الذي تتعرف إلى الله به، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. إلا أن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا، ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا هي جنة القرب، وجنة في الآخرة هي جنة الخلد. الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. الآن البيوت فيها كل أنواع الثراء ومشغولة، الناس مشغولين،
وساعة العلم مفقودة، هل يفرغ الإنسان ساعة للتعلم، يقرأ كتاب، يستمع إلى درس، محاضرة، شيء؟ أنا اجتهادي المتواضع، جزء من الدين أن تتفكر في الموت. الموت ينهي كل شيء، ينهي البيت الفخم، ينهي الزوجة، ينهي العمل، 3 مركبات، بيت بالمصيف، بيت على البحر، بيت بالعاصمة، دخل فلكي، مات، انتهى كل شيء. إذا ما أدخلنا، عفواً، لماذا لم تأتي كلمة إيمان في القرآن إلا معها الدار الآخرة؟ لفت نظر هذا لنا. إذا بقيت في الدنيا، المال كل شيء، والقوة كل شيء، والمنصب كل شيء، والثروات كل شيء. إذا أدخلت الآخرة في حساباتنا، أقسم لك بالله تنعكس كل مقاييسنا. العمل الصالح كل شيء، والاستقامة كل شيء، وبر الوالدين كل شيء. لما يكون في نور، إنسان أعمى، العمل الحقيقي عمل قلب، لا يرى إلا الدنيا، لا يرى إلا المال. الآن سيدي إلا كلمة دقيقة مؤلمة، العالم كله المرأة، الجنس والمال فقط، بال5 قارات الجنس والمال، وكل شيء متعلق بالجنس والمال رائج، بالإعلام، بالفضائيات، ما في كلمة آخرة أطلاق للأسف. طيب في الدقائق الأخيرة، كيف يستطيع الإنسان أن يكون داعية ناجحا؟ والله أنا بقول أهم كلمة، أنت حينما تطبق هذا الدين تطبيقا كما أراد الله، تجد عندك رغبة أن تنشر هذا الحق دون أن تشعر. قد تكون داعية وأنت في عملك التجاري، أنت صادق أمين، بضاعتك جيدة، ما في كذب إطلاقا، ما في تدليس، أنت محامي، يا ابني هالدعوة ما بترضي الله، ما بأخذها. قال لي محامي، لي والله 3 ملايين دفعولي، 3 ملايين دفعولي أنا قادر أقيم دعوة لصالحهم، بس ما بسويها. لما أنا بدخل الله بحسابي، إذا ما بتنعكس كل مقاييسك 180 درجة، أنا مسؤول. إن دخلت الله بالحساب، الله بيحاسبني، في موت، في قبر، في سؤال وجواب، في جهنم إلى الأبد. لما بدخل الآخرة بحسابي، سيدي أنت افتح القرآن، الإيمان بالله واليوم الآخر، لم ترد الإيمان بالله إلا مع اليوم الآخر. لماذا هذا الاقتران؟ بدك تفكر باليوم الآخر. إذا الآخرة لم تدخل في حساباتنا، كل مقاييسنا غلط. الشهية للعلم، لطلب العلم، تكاد تكون مفقودة عند الناس، كيف يستطيع الإنسان أن يكون والله عنده رغبة لطلب العلم؟ هذا خطأ من الدعاة. نعم، يجب أن ترغب الدعاة، أن يرغبوا الناس بطلب العلم. هلا بيساووا دعايات للبضاعة. العلم ينقلك من الضياع إلى الوجود، من الخطأ إلى الصواب، من الشقاء إلى السعادة. أنا لا أصدق بالأرض إنسان يسعد في بعده عن الله، لا يمكن، في لذائذ، كلام دقيقة، لذة غير السعادة، لذة تحتاج إلى وقت وإلى مال وإلى وقت، وقت ومال وصحة. في البداية صحة في، وقت في، مال ما في، بالوسط في مال وفي صحة ما في وقت، بالنهاية في مال وفي وقت بس ما في صحة. هاي الدنيا، ما سمح الله للدنيا أن تمدك بسعادة إطلاقا، بلذة، لذة آنية، أما السعادة المستمرة المتنامية بالآخرة. الآن يعني ولو نثقل عليك بدقيقة أخرى، أصحاب العقول والمعدلات العالية في الثانوية العامة يذهبون لدراسات معينة، وقل منهم من يذهب للدراسة الشرعية، وبعض الكليات الشرعية تكاد تغلق من قلة الوافدين إليها من نفس البلد. جوابي دقيق سيدي. نعم، الاختصاصات كلها على علوم مقامة، فيزياء نووية، فيزياء، كيمياء، رياضيات، طب، هندسة، بيولوجيا، كل هذه الاختصاصات تنتهي عند الموت، إلا الإيمان بالله يستمر بعد الموت. من يرد الله به خيرا أبدا. نعم سيدي، عفوا، في خط بياني، ولد هلأ تزوج أو
دخل مثلا ابتدائي اعدادي ثانوي جامعي، تخرج بعدين تزوج اشترى بيت دخله كبير، اخذ سياره، اخذ بيت على البحر، بيت بالجبل، طالع 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 طالع، وصل لهون. اجا ابو العز. مين ابو العز؟ ملك الموت. قالوا شرف. صفر، لا في بيت ولا سيارة ولا زوجة ولا مصيف ولا شيء إطلاقا، من دنيا عريضة مذهلة إلى قبر. إذا ما دخلت الآخرة بحسابك اليومي الساعي لن تستقيم على أمر الله. نعم، ما في موت، من أين لك هذا؟ نعم. نقول طبعا نحب أن نستزيد منك، والحديث الطيب أغلى من كل شيء، لكن الوقت يحاصرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في كلامك الأثر، وأن يتقبل منك دعوتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن هذه الأمة. ودائما في حلقاتنا ندعو الله سبحانه وتعالى لجرحنا العميق، الأسرى والمسجونين، أن يفرج الله عنهم وأن يطلق سراحهم وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. وندعو الله سبحانه وتعالى للمسجد الأقصى المبارك أن يرفع الله عنه الحصار، وأن يمكننا وكل المسلمين بالصلاة فيه آمنين غير خائفين صلاة مقبولة يا رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الحج والعمرة لكل أمة الإسلام، وأن يتقبل منا وأن يجعلها مبرورة يا رب العالمين. ونهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر سماحة الشيخ محمد راتب النابلسي، جزاك الله خيرا على ما أعطيتنا من وقتك. حكمتكم في الأسئلة ورحابة صدركم إن شاء الله. جزاك الله خيرا، وطبعا تحية من كل أهل فلسطين لسماحتك، ونسأل الله أن نلتقي بك على بلاط المسجد الأقصى المبارك. إن شاء الله. المؤمن أمله كبير من الله. نعم. نستودعكم الله على من لقائكم في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.